بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزء الأخير في الوحدة الثامنة، ده كلمات الدرس أو جزئية الدرس الخامس والسادس من جزئيات اليونت 8، الوحدة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول it would be not to buy that expensive mobile. هيكون إيه لو أنا اشتريت الموبايل الغالي ده؟ The one you already have، الموبايل اللي معاك أصلاً is very smart، موبايل من الموبايلات الذكية. You should be wise، المفروض تكون حكيم عن كده شوية، with your money، حكيم بما يتعلق بفلوسك. كيرفول يعني حريص، لو انت اشتريت الموبايل وانت عندك موبايل تاني فده انت مش هتكون حريص، اكيد extravagant اللي معناها مبذر او مسرف، ordinary يعني عادي، وايكونوميكال يعني اقتصادي. هنا كده في حته عايز اقول لك عليها، في كلمتين شكل بعض والاثنين بنفس المعنى بالعربي لكن المدلول مختلف. ايكونوميك دي اللي معناها اقتصادي، معناها اقتصادي، والكلمه التانيه اللي اسمها ايكونوميكال اللي برضو معناها اقتصادي. اقتصادي الاثنين لو كتبناهم في القاموس هيطلع معناهم بالعربي كده واحد، بس المدلول مختلف. دي معناها اقتصادي بمعنى موفر او رخيص، عشان كده احنا بنقول I bought A او an. طبعا زي ما انت فاهم هيكتب لك A او an not car. يا ترى هنحط economic اللي رقم واحد ولا economical اللي رقم اتنين؟ الطبيعي انك بتقول لي انا اشتريت سيارة اقتصادية بمعنى سيارة موفرة، وبالتالي هتقول لي economical car. طيب لو انت جيت قلت لي مثلا ذا نوت بروبلم، البروبلم اللي هي المشكله، المشكله ايه يا ترى؟ المشكله الاقتصاديه ولا الاقتصاديه؟ ما هم الاثنين اقتصاد. لا دي اقتصادي معناها متعلق بالاقتصاد، متعلق باقتصاديات البلاد، فعشان كده هنقول ذا ايكونوميك بروبلم، المشكله الاقتصاديه. طيب ارجع بقى هنا كده، لو انت عايز تستخدم كلمه عكس extravagant اللي هي ايكونوميكال اقتصادي او موفر يعني. He was in prison، in prison يعني هو تم سجنه because he couldn't not off his debt on time، لان هو ما قدرش ان هو يسدد اللي هي pay off. سي طبعا يعني يرى، وسي اوف يعني ودع، جو يذهب وتيك ياخذ، ما لهمش علاقه. هي از فيري نوت، هي بيهيفز ان ان انبليزنت يعني طريقه غير ساره، اند ثينك ذات هي از بيتر ذان ايفري ون ايلس، هو متخيل ان هو احسن من الناس التانية وبيتصرف بطريقه مش طبيعيه، يبقى هو راجل مودست. مودست دي اخت مايلد اللي معناها معتدل، ايروجنت معناها متكبر، وسمبل بسيط، وكرول يعني قاسي اللي عكسها كايند، وطبعا بره اللعبه. يبقى هو راجل متكبر متخيل ان هو احسن من الناس. الجمله اللي بعد كده during their father's a، اثناء الايه بتاعت باباهم، sisters sobbed uncontrollably يعني كانوا البنات كانوا بيعيطوا بلا تحكم في انفسهن يعني. يبقى الفنرال اللي هي الجنازه، فيستيفال دي المهرجان، بارتي يعني حفله، وبارتي معناها مجموعه، وبارتي معناها حزب سياسي، بيرث الميلاد، ولو انت فاكر خدنا بيرث سيرتيفيكت اللي هي شهاده الميلاد. هي نوت ا فورتشن out of his successful business. هنا كده عايزك تفتكر معايا دايما فاكر ان a fortune دي معناها ثروة، ثروة من المال يعني ثروة، لكن fortune من غير a دي معناها حظ. احنا كنا خدنا الموضوع ده قبل كده، قلنا كلمة fortune كده لوحدها كده دي بتساوي كلمة luck اللي معناها الحظ، لكن كلمة a fortune، fortune دي كده معناها ثروة بتساوي كلمة wealth. بس انا عايزك تنتبه وتاخد بالك ان wealth هنا لا يعد اسم لا يعد، لكن A fortune هنا اسم يعد. fortune اللي هي الحظ ولك اللي هي الحظ، الاثنين دول لا يعد، ودي كمان لا يعد. طيب ارجع بقى لجملتك، انت هنا قلت لي A fortune يبقى انت هتقول هي make fortune، يبقى هتقول لي هي made A fortune يعني هو كسب ثروة طائلة من البيزنس بتاعه. he reached not solution، هو وصل لحل ايه؟ to the problem that impressed us all، المشكلة اللي ابهرتنا جميعا. هو وصل لحل ايه بقى للمشكلة ديت؟ arrogant متكبر، extravagant معناها مسرف، وإليجنت أو معناها عظيم أو رائع أو جميل، وجلومي معناها كئيب. فطبعا هو وصل لحل جميل فعشان كده إليجنت. A generous A volunteered، حد يعني غني إيه يعني تطوع، to pay for the treatment of the poor old woman، تبرع للمرأة الكبيرة. benefactor اللي هو الوصي، admirer اللي هو المعجب، funeral الجنازة، وrubber اللي هو السارق، فأكيد benefactor اللي هو الوصي هو اللي هتبرع. to not is to breathe، انك تتنفس، in and out، breathe in يعني يستنشق، و breathe out اللي هو يزفر يطلع الهواء من بطنه، making a loud sound انك تعمل صوت عالي جدا وانت بتعمل كده، اكيد دي ساي، ساي اللي هو يا ان يعني يتنهد. I am one of the not of صلاح، انا واحد من ال admirers او الفانز of صلاح، واحد من المعجبين او الجمهور بتاع صلاح as a footballer. except your parents، no one likes to see you better than them، مفيش حد بيحب يشوفك احسن منه الا او ما عدا او باستثناء اللي هي except for. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه، ندخل بقى الجزئيه الثانيه اللي هي skills، الترجمه. بيقول لك one's well-being is high priority،
priority اللي هي أولوية to maintain للحفاظ على health and social care، الحفاظ على الصحة، الحفاظ على الرعاية الصحية والاجتماعية. therefore ولذا we should pay more attention to، لابد أن نولي اهتماما لي. خد بالك pay attention يعني نولي اهتماما to our well-being، لعناياتنا الواجبة أنفسنا يعني، so we can have an influential role، لكي يكون لنا دور كبير في الحياة. تعال نشوف بقى كده مين اللي غلط ومين صح. تعد الرعاية الصحية أولوية قصوى في الحفاظ على الرعاية الاجتماعية، ومن ثم يجب أن نولي ذلك العناية الواجبة ليكون لنا دور مؤثر في الحياة. الطبيعي دايما اللي دايما بوصيك بيه إنك تعمله إنك تقرأ الأربع جمل وتشوف المختلف. طب تعد الرعاية الاجتماعية أولوية قصوى في الحفاظ على الناحية الصحية، هنا الناحية الصحية وهنا الناحية الرعاية الاجتماعية، هنشوف الآخر في الجملة قال إيه. هذا بيبقى نولي ذلك العناية الواجبة ليكون لنا دور مؤثر في الحياة. طب تعد الرعاية الاجتماعية، هو هنا الرعاية الاجتماعية وهنا الرعاية الاجتماعية وهنا الرعاية الصحية، فأنا بعمل إيه؟ طيب على الحفاظ على الصحة الاجتماعية، على الحفاظ على الصحية والاجتماعية النفسية. طبعا دي كده بايظة من أولها لأنها مش راكبة على بعضها بالعربي. يعد اهتمام بالنفس أولوية قصوى، هنا الاهتمام بالنفس، الحفاظ على الرعاية الصحية والاجتماعية، ولذلك يجب على أن يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لأنفسنا ليكون لنا دور مؤثر في الحياة. دي كده من أولها هي الصح، بس تعال نشوف كده الباقيين. One's well-being اللي هي الاهتمام بالنفس، هنا الرعاية الاجتماعية فدي باظت، وهنا برضو الرعاية الاجتماعية وهنا الرعاية الصحية باظت. إذن الإجابة رقم دي أو دال هي اللي صح. الجملة الثانية بيقول لك experience is not what happens to a man، التجربة هي ليست ما يحدث للإنسان، it's what a man does، هي ما يفعله الإنسان، with what happens to him، هي ما يفعله الإنسان لما يحدث له. طب التجربة ليست ما يحدث للرجل، طبعا الرجل دي باظت، هو هنا مان مقصود بها الإنسان. التجربة ليست ما يحدث للإنسان، هذا ما قالش هذا، قال لك هنا بل، لأنه قال كلمة جملتين عكس بعض، يبقى دي باظت. التجربة ليست ما يحدث للإنسان، بل هذا ما يفعله، بل هذا ما يفعله الإنسان مع ما يحدث له. طب الثانية، التجربة ليست ما يحدث للإنسان، بل ما يفعله الإنسان تجاه ما يحدث له. الاثنين دول احنا شكينا فيهم، تعال نشوف بقى. It is what a man does، إنها ما يفعله الإنسان تجاه ما يحدث له. هنا بيقول لك بل هذا ما يحدث، يبقى رقم ده اللي صح. دي التجربة ليست ما يحدث للإنسان، بل ما يفعله الإنسان تجاه ما يحدث له. أمال إيه هنا الغلط فين؟ إن كلمة هذا دي بل هذا يعني إشارة لحاجة حصلت في الأول، وهو أصلا ما ادانيش حاجة في الأول عشان أعمل لها إشارة. طيب اللي بعد كده الجملة التانية، الراجل بيقول لك nothing in the world can take the place of persistence، ليس هناك شيء في الحياة أو في العالم يمكنه أن يحل محل المثابرة. nothing is more common، ليس هناك أكثر شيوعا من unsuccessful من الأشخاص الغير ناجحين الذين يمتلكون مهارة أو من ذوي المهارة. الجملة الأولانية ليس هناك شيء يحل محل المحافظة، المحافظة كده بوسط اللعبة. طيب الثانية لا شيء نفس القصة يحل محل المثابرة، فالمثابرة دي مظبوطة. لكن في آخر الجملة قال لك إيه؟ من الرجال الفاشلين بلا موهبة، هو قال لك هنا من الفاشلين من ذوي الموهبة، يعني الفاشلين ومعهم موهبة، يبقى كده باظت. رقم جيم دي اللي صح، بس تعال نشوف الأخير الأول عشان أقول لك الخطأ. من الأشخاص الفاشلين من غير ذوي الموهبة، هنا قال لك with talent. الإجابة بقى لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل المثابرة، فليس هناك أكثر من الأشخاص الفاشلين من ذوي الموهبة، يبقى رقم جيم اللي صح. الجملة اللي بعد كده رقم 4، حدد الخطأ الأول ونرجع تاني. بيقول لك our greatest weakness lies in giving up، إن أكبر ضعفنا يكمن في lie in، يعني يكمن في، أنا لمحت هنا كلمة ينام دي فطلعت برا، في الاستسلام. The most certain way، أكثر طريقة مؤكدة للنجاح، is always to try just one more time، هي أن تحاول مرة أخرى. طيب هنا أكثر الوقت باظت، one more time يعني مرة أخرى، يبقى كده دي باظت كمان. عندك بقى دي أكبر ضعفنا يكمن في العطاء، ما قالكش العطاء خالص، قالك هنا giving up اللي هو الاستسلام، يبقى رقم ده اللي صح. في الاستسلام في أكثر طريقة مؤكدة للنجاح هي دائما المحاولة مرة أخرى. طيب بعد كده بقى مديني شوية جمل كده من إنجليزي من عربي إنجليزي. في سوق العمل لم تعد الخبرة وحدها هي العامل الأساسي الذي يضعه أصحاب الأعمال في الاعتبار، هناك مهارات العمل التي لا تقل أهمية عن الخبرة. In the labor market experiment alone، experiment دي معناها تجربة علمية فطلعت برا اللعبة. In the labor market experience alone، experience لها الخبرة، alone is no longer the main factor، لم تعد العامل الأساسي that employers take into consideration، اللي هم بياخدوها في الاعتبار يعني. There are work skills، هناك مهارات عمل that are no less important than experience. الجملة رقم بي دي أنا شايفها صح، بس مش هينفع نجزم غير لما نشوف الباقي، لأن ممكن جملة تلفت انتباهك لخطأ أنت مش واخد باله. In the labor market experience alone is still the main factor، هي ما زالت العمل، لا ده هو في الجملة قال لك إيه؟ قال لك لم تعد، ارجع تاني كده معايا.
قال لك لم تعد، اهي لم تعد يبقى no longer، فدي باظت. طب اللي بعدها in the labor market experience alone is no longer the main factor that employees، اللي الموظفين اللي هو في الجملة قال لك هنا أصحاب الأعمال employers، يبقى كده رقم B اللي صح زي ما اتفقنا. طيب اللي بعدها يتطلب سوق العمل في عصرنا هذا العديد من المهارات أهمها إجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإجادة اللغات الأجنبية. The labor market in this time acquires، هو هنا acquire معناها يكتسب، هو بيقول لك في الجملة يتطلب، فدي كده باظت مش هنكملها. الجملة التانية برضو نفس القصة، نقراها الأول عشان نعرف خطأ. The labor market، سوق العمل in our time requires، يتطلب in skills، in skills يعني أي مهارات. لما تيجي تشوف كده نشوف اتطلب العديد من اللي هي مني، يبقى كده باظت برضو اللي فيها ان دي كده روحت. The labor market in our time requires many skills the most important of which are deficiency in dealing with modern technology and proficiency in foreign languages. طب ما تيجي نشوف كده، قال لك هنا إجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإجادة اللغات، يعني proficiency و proficiency، يبقى دي كده اللي فيها deficiency دي غلط. نفس القصة بقى is an hour requires معرفش a lot of skills، ما هو a lot of هي many ما دام الاسم معدود، a lot of many واحد. The most important of which are proficiency in dealing with modern technology and proficiency in foreign language، يبقى رقم دي اللي صح، يبقى كده اللي قبلها باظت. يجب أن تستعد جيدا للمقابلات الشخصية للحصول على وظيفة حتى تعطي أفضل انطباع ممكن مما يساعدك على الحصول على وظيفة. You should prepare well for the personal job interview in order to give the best possible impression which will help you to get a job. الجملة دي كده أنا شايفها صح. You should prepare well for the personal job interview to give the best possible impression which will help you getting. لا دي غلط، help مفعول مصدر. You should prepare well for the personal job interview in order to give the best impossible اللي معناها مستحيل، وانت فوق قلت لي في الجملة ممكن. طب اللي بعدها you should prepare well for the personal job interview in order to give the best possible printing. printing دي طبعا، يبقى كده الإجابة رقم A اللي صح عشان انطباع. اللي بعدها من أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها المتقدم للوظيفة هي القدرة على التحدث أمام الجمهور أو ما يعرف بعمل العروض التقديمية. The most important skills، هو بيقول لك من أهم المهارات، هو هنا بيقول لي أهم المهارات، يبقى ده غلط. هنا في الجملة دي بيقول لك أهم المهارات، يعني معنى كده إنه هيقولهم لك، لكن دي واحدة من أهم المهارات زي ما هو عايز. طب يبقى one of the most important skills that a job applicant must possess is the ability to speak in front of an audience or what is known as making a presentation. دي كده مظبوطة. تعال نشوف. One of the most important skills that a job application هو في الجملة ما قالش طلب التقدم للوظيفة، في الجملة قال لك إيه؟ المتقدم للوظيفة، أهي المتقدم للوظيفة، يبقى دي كده application دي باظت. One of the most important skills that a job applicant must possess is the ability to speak in front of an audience or what is known as doing presentation. غلط طبعا، هي اسمها make a presentation، يبقى كده رقم B هي اللي صح. طيب الجملة اللي بعد كده، بعد كده هندخل بقى على التست. أول سؤال he has not job as a secretary he goes to the office 6 days، أو بروح المكتب 6 أيام في الأسبوع، يعني ما كده بشتغل طول الأسبوع يبقى full time. ما تنساش ان بارت تايم يعني لدوام جزئي، وافيل اتشيفابل يمكن تحقيقه او قابل للتحقيق، وديجيتال اللي هي رقمي. It helps the presenter if he or she speaks، بيساعد المتقدم لو هو كان بيتكلم throughout يعني خلال عبر basically معناه بشكل اساسي personally شخصيا لكن fluently بطلاقه. To not means to make a formal request، انك تعمل طلب رسمي. Usually written for something such as a job، انك تعمل طلب رسمي لحاجه زي الوظيفه او كده. يبقى to apply اللي معناها تقدم، لكن عندك be in charge يكون مسؤول، trace دي معناها يعيد يعني او يتبع، ولما نقول trace something to يعني يرجع السبب في شيء ما الى، be charged ان هو يكون مغرم مكلف بفلوس. It's necessary to not links، من الضروري انك تعمل علاقة بين السبب والنتيجة، يبقى make link between، يبقى make. Don't pay much attention to trifling details، trifling يعني تافه. كلمة trifling هنا بتساوي important مهم، valuable يعني قيم، ولا valueless ما هو التافه يعني بلا قيمة، يبقى valueless. It will be really not if it doesn't rain this year too، لو الدنيا ما مطرتش السنة دي فده هيكون really ايه بقى. تعالى نرجع كده ونشوف، هفكرك بحتة كده الأول. احنا اتفقنا قبل كده ان في كلمة اسمها real كده، وفي حاجة اسمها really. أخت really اللي هي اسمها X extremely، واخت ريل اللي هي اكستريم. حلو،
اكستريم وريل دول بنجيب بعدهم اسم، لكن اكستريملي وريلي بنجيب بعدهم صفه. ما اصل دول ظرف، وانت عارف ان الظرف بيعوز بعده صفه، ودي اكستريم وريل صفه، والصفه بنجيب بعدها اسم. فعشان كده بقول لك ريل هابينس واكستريم هابينس، ريلي هابي اكستريملي هابي. طيب ارجع كده للموضوع جملتك تاني. الراجل جايب لك هنا ايه؟ بيقول لك ريلي ريلي، اذا انت عايز مع ريلي دي صفه. طيب تعال نشوف بقى، كالاميتي دي كارثه، كالاميتس كارثي، كولوسس اللي معناها هائل او ضخم يعني الحجم، وكولوزل برضو معناها ضخم او هائل. الفرق بين الاثنين بقى في الاتي، ان دي صفه مش عايز يكتب، طيب تعال نجيب من الاول تاني كده. قلنا كالاميتي دي كارثه ودي نون اسم، طيب كالاميتس دي ادجكتيف اللي هي الصفه يعني، طب كولوسس معناها ضخم زي ما قلنا، وكولوسال برضو معناها ضخم او هائل، الاثنين معناهم ضخم او هائل بس دي النون ودي كولوسال الادجكتيف. طيب انت في الجمله بقى بتقول لي ايه؟ ريلي ريلي عايزين بعدها اكتب يا عم الصفه. طيب الصفه مين في الاثنين دول؟ دي صفه ودي كمان صفه. هنترجم بقى، بقول لك هيكون الموضوع كارثي او كارثه يعني لو الدنيا ما مطرتش السنه دي. طبعا بما انك بتقول كارثي او كارثه يبقى انت عايز كلامتس اللي رقم بي. طب امال امتى ناخد كلامتي؟ لو انت قلت لي it will be a real calamity هيكون الامر كارثه حقا. طيب يبقى احنا قلنا كلامتي وكلامتس نفس العيله بس دي نون ودي صفه adjective، كولوسس دي نون وكولوسال دي adjective. I find teaching a worthwhile أنا بجد إن التدريس ده إيه تستحق الجهد، يبقى كارير مهنة يبقى كارير. طيب بعد كده بقول لك an أو an is a piece of writing هو جزء مكتوب في الجريدة اللي بيديك رأي المؤلف. رأي المؤلف يبقى ده كلمة رئيس التحرير يعني اللي إحنا كنا بنسميها editorial اللي بنسميها كلمة الافتتاحية يعني. We not exactly what to do in these situations نحن ما يجب أن نفعل في مثل هذه المواقف. ويتل نحن نخبر، ولا دي برضه نخبر، ولا are told يعني نحن نخبره نخبره يتم إخبارنا يبقى مجهول. homework not before you can watch TV والواجب لابد أن ينهى يبقى must be past participle. must be finished have finished دي معناها انتهى، must be finished دي ملهاش أي أسلوب، ما هو أنت هتقولي must be finishing يا إما must be finished. have to be finished دي برضه رقم C هنفكر فيها، بس طبعا احنا عملناها بنفس اللون ده غلط، هنفكر في رقم سي برضو ولكن مش هنختارها. طب ليه يا مستر؟ عشان هوم ورك اسم مفرد والمفرد المفروض كنا قلنا هاز، فطبعا كده الاجابه اصبحت زي ما اتفقنا ماست بي. ذا تشيلدرن نوت تو ذا بارك توداي الاطفال الحديقه اليوم، الاطفال يؤخذون. ار تيكينج دي معلوم، هاف تيكن ده برضو معلوم، تيك يعني ياخذ معلوم يبقى ار بينج تيكن يعني الاطفال يؤخذون الحديقه اليوم مجهول. A lot of cars and buildings الكثير من المنازل والسيارات، هنا ترى ترى خد بالك انت قلت لي ترى يعني مجهول. can see يعني يمكن ان يرى، can be seen يمكن ان يرى ودي برضو معلوم، are being seen ده مجهول. حلو طيب ما تيجي نشوف كده، بقول لك الكثير من المباني من المباني والسيارات يمكن ان ترى يبقى can be seen، طب are being seen يعني ترى، بس الفكره هنا ان كلمه see لو انت هتجيبها بمعنى يرى ما ينفعش نستخدمها في المستمر عشان كده هنستبعد دي. could this math problem هل يمكن لهذه المشكله دي ان تحل يبقى could be past participle يعني be past participle. those toys not in many shops near here هذه الدمى تباع، والله الدمى دي جمع حلو فعشان كده ناخد are sold. طيب دي معلوم، will have sold برضو معلوم، is being sold ما ينفعش is مع toys الجمع يبقى احنا اخترنا الصح. he not where to park the car when he gets عندما يصل الى هناك سوف يخبر، سيخبر دي مجهول يبقى سوف اللي هي will وانت بتتكلم على مجهول يبقى will be past participle يبقى will be told. the quantity of energy كمية الطاقة from the sun اللي من الشمس on the time of the day and the time of the year بقول لك ان كمية الطاقة اللي بتيجي من الشمس تعتمد يعتمد على يعني depend on يبقى depends on عشان ده معلوم. بعد كده القطعة اللطيفة دي it's only 36 centimeters tall طولها فقط 30 سنتيمتر. But two fans throughout the world بس بالنسبة للجمهور في العالم كله يعني المعجبين it represents the highest achievement لكنها بتمثل أكبر إنجاز كروي في كرة القدم.
every 4 years، كل 4 سنوات الفرق من كل جميع انحاء العالم يعني تتنافس لكي تاخذ الفيفا وورلد كاب، كاس العالم بتاع الفيفا. ذا اوريجينال تروفي، طبعا احنا كده خد بالك دي اجابه سؤال هيسال عليه دلوقتي، ان هو الكاتب شايف ان كاس العالم ده اعظم انتصار في العالم. الاوريجينال تروفي الكاس الاصلي was made by a French sculptor. بقول لك ان الكره القدم الاصليه يعني او سوري كاس العالم اصلا تم اعداده بواسطه الفرنش، الراجل الممثل النحات الفرنسي اسمه ابل لا فيدور، اسمه كده اسمه غريب، and was called وسموه the Julius Rimet Cup. اول كاس عالم اتعمل اللي عمله راجل اسمه ابل وكان سماه جوليس ريميت. طب ليه سماه كده؟ تخليدا للمؤسس بتاع كاس العالم اصلا، يعني افهم من كده ان المؤسس بتاع كاس العالم اصلا واحد اسمه جوليس ريمي. طيب اول واحد عمل التمثال بتاع كاس العالم اللي هو الكاس يعني واحد اسمه ابل، وسمى عمك ابل سماه جوليس على اسم المؤسس بتاع البطوله. حلو. after that the name changed to the world cup، بعد كده سموه world cup وخلاص. during world war اثناء الحرب العالميه الثانيه الكاس was being kept hidden in a shoe box، الكاس كان محفوظ في صندوق الاحذيه تحت السرير بتاع دكتور واحد اسمه دكتور اوترينو الايطاليان فايس بريزيدنت اوف فيفا، اللي هو الرئيس السابق للفيفا، والراجل ده كان من ايطاليا، to prevent it from falling into the hands of the Nazi army، عشان يمنعه ان هو يقع في يد الجيوش النازيه. في 1966 الكاس سرق، يبقى كده خد بالك عشان هنحتاج دي مرتين ثلاثه كده في الاسئله. اول حاجه كده ان هو سرق رقم واحد 1966 ان هو سرق. حلو. during the public showing في اثناء العرض العام بتاع الكاس قبل كاس العالم في انجلترا، من حسن الحظ ان it was found، يعني اتسرق مره وبعدين وجدوه، it was found a short time later 4 years، بعدها ب4 سنين البرازيل خدت الكاس وحصلت على الامتلاك الكلي يعني للكاس ده by winning its third world cup، لما فازت بكاس العالم المره الثالثه. unfortunately لسوء الحظ الكاس was stolen، يعني كده سرق كم مره؟ مرتين في الكاس بتاع 1980 and was never recovered، ومحدش رجعه تاني. حلو. يعني الراجل صممه الاول واتسرق ورجع تاني وبعدين اتسرق، يعني هو اتسرق مرتين واتصمم لحد دلوقتي كده مره. The Brazilian Football Association had to have a duplicate trophy made، بقول لك ان البرازيليين كان لازم يعملوا بقى واحده تانية كده نسخه تانية بس نسخه دبل يعني مش حقيقيه مش زي الكاس الاصلي. after the first trophy became the possession of Brazil's football association a new world cup trophy for the FIFA was designed، يعني كده اتسرق مرتين وتصمم مرتين. اللي صممه المره التانية راجل فنان ايطالي اسمه سيلفيو معرفش ايه كده في 1974. الكاس ده كان بي ون، محدش ينفع يكسبه او ياخده عنده اوت رايت، الكاس الاصلي محدش ياخده خالص. but remains in the possession of FIFA، لكنه يفضل في ملكية الفيفا. World Cup winners are awarded a replica of the trophy that's gold plated، الناس اللي هياخدوا كاس العالم هياخدوا نسخة من الكاس مش النسخة الأصلية، نسخة تانية كده مطلية بالذهب، وبناء عليه النسخة الأصلية ذهب ودي نسخة تانية مقلدة مطلية بالذهب. rather than solid gold like the real one which weighs almost 5 kilometers، بيوزن كم كيلو؟ بيوزن 5 كيلومتر. في هنا حتة في كيلو جرام سوري، في حته هنا عايز تفهمها، النسخه المقلده 5 كيلو جرام، النسخه الاصليه بقى طيب بقول لك هنا كان قال كام؟ قال لك اتس اونلي 30 سنتيمتر ستول، ما قالش كان وزنها كام، بس عموما يعني النسخه المقلده كان وزنها five kilometers. نرجع تاني معلش، this trophy الكاس ده مش هينفع حد يفوز بيه بالنسخة الاصلية، يعني كده هم عملوا اتنين كاس، الكاس الاصلي اللي هو الذهب الخالص وكاس تاني كده نسخة تقليدية او نسخة مقلدة، النسخة الاصلية دي من الذهب الخالص فاكيد هي هتكون اثقل من النسخة التقليدية. بقول لك بقى ان الريبليكا دي اللي هو الصورة يعني بتاعت الكاس is gold plated، معناها معمولة بالذهب مطلية بالذهب rather than the solid gold زي ما قلنا اللي هي وزنها 5 كيلوغرام. طيب 17 بقى اول سؤال which of the following is the most suitable title for the passage، القطعه دي بتحكي عن ايه؟ world cup tournament عن كاس العالم ولا world cup trophy sorry ده جايب trophy و tournament، فهنرجع بقى نفكر تاني.
يا ترى بتحكي عن الورلد كاب تورنمنت، عن بطولة كأس العالم، ولا عن كأس العالم، الكأس اللي هو الكأس اللي الناس بتكسبه ده وبتجري بيه زي اللي كان مع ميسي ده؟ اكيد عن التروفي. طب ليه مش تورنمنت؟ لانه ما قالكش ان في مصر، ان مش عارف سنة كام مين فاز وسنة كام مين فاز، ما حكاليش عن كده. ممكن نستنتج من القطعة ان كأس، ان الفائزين بكأس العالم بيكون عندهم ريبليكا تو. ليه؟ ايه لازمتها دي؟ اونر ذيم عشان نكرمهم، ما هم كده كده هيتكرموا. بروتكت ذيم عشان نحميهم، لا مش هيحصل لهم حاجه. بروتكت ذا ريل وان عشان نحمي النسخه الاصليه، لان كل ما يدوها لدوله تتسرق منها، يبقى ده عملوا كده الصوره عشان يحموا النسخه الاصليه منه. World Cup was designed not during its long history. كاس العالم ده اتصمم كام مره؟ مرتين. اتصمم وبعدين اتسرق، وهيتصمم وبعدين اتسرق، فكده معناها ان هو مرتين، يعني يقول له كده twice. الجمله اللي بعدها which of the following، طبعا الصفحه مش باينه بس انت كتابك قدامك اكيد، which of the following sentences summarizes the third paragraph، مين بيلخص لك الباراجراف الثالث؟ تعال نشوف الباراجراف الثالث ده بيحكي عن ايه كده ونرجع تاني. ادي القطعه قدامك، طبعا انت بتعرف تحدد الباراجراف الثالث، ده الاولاني ده الثاني ده الثالث. بيقول لك في 1966 كاس العالم اتسرق اثناء العرض، وبعدين صمموا واحد تاني واتسرق برضو كده. طيب تعال نشوف كده بيحكي عن ايه. The cup was golden plated، ان هو الكأس ده كان مطلي بالذهب، ولا the cup was designed، الكأس اتصمم، ولا مصنوع من الذهب، ولا was stolen twice، ان هو سرق مرتين، هي دي اللي بيحكي عنها. was the founder، مين المؤسس بتاع بطولة كأس العالم؟ المؤسس يعني الراجل اللي عمل البطولة نفسها. تعال نشوف كده، هو اسمه the founder of the World Cup tournament. تعال نشوف كده السؤال ده عشان احنا ما نكونش نسينا. الراجل قال لك هنا في القطعة، هنا قال لك ايه؟ سموه جوليوس ريمي كاب ان اونر اوف ذا فاوندر اوف ذا وورلد كاب، يعني كان اسمه جوليوس ريمي. طيب هنا بقى نختار له جوليوس ريمي، فين جوليوس ريمي ده؟ اللي هو رقم بي، يبقى كده انت عندك رقم بي اللي صح. طيب 22 قبل سنة 2005، بحلول سنة 2050 كأس بطولة أو الكأس العالم ده هيكون إيه؟ أكيد هيكون رقمي. ليه؟ منطقيا كده هو كأس العالم حاليا ذهب، ومش هينفع نعمله خشب أكيد يعني. طيب ومش هينفع برضو كأس العالم دول تقتل بعضيها عشان يكون فضي، فأكيد هيكون رقمي ديجيتال، ودي حاجة مش في القطعة بس أنت بتستنتجها. ذا جولد بليتد تروفي، الكأس المطلي بالذهب، أكيد أخف من الكأس الذهبي خالص يعني لايتر، أخف منه، وهو ما قالش كده بس برضو منطقيا. الوينر الرايتر ثينكس ذات ذا وورلد كاب، الكاتب بيعتقد ان كاس العالم ده هو ذا هايست اتشيفمنت، زي ما اول في الف تاني سطر في القطعه، اعلى انجاز ممكن تحصل عليه. Imagine swimming through refreshing ocean waves، تخيل كده ان انت بتسبح في المياه بتاعت المحيطات، with a graceful prehistoric animal، prehistoric animal، وانت ماشي كده مع حيوانات من الحيوانات اللي كانت موجوده فيما قبل التاريخ. Many people hope to do this just when they snorkel off the shores of the tropical islands where green sea turtles make their home. ناس كتير بتحلم انها تعمل كده وانها تغطس تحت الميه في المكان ده، المكان اللي موجود فيه الجرين تيرتلز السلاحف الخضراء، وده متخذها موطن. الهوايان سي تيرتل، السلحفاه بتاعه الهوايا دي، رمز البيس السلام اند جود لك، والحظ الجيد للناس اللي عايشين في هاواي. اوت اوف ريسبكت، من باب الاحترام يعني للمخلوق ده، القوانين تم سنها، وخد بالك عليها سؤال ديت، القوانين تم سنها عشان تحمي هذه المخلوقات. It's illegal to، من الغير قانون انك تلمس او تزعج الكائنات دي. Green sea turtles، السلاحف الخضراء بتاعت البحر، ليها صدفة ناعمة with shades، فيها خطوط of black، من اللون الاسود واللون البني واللون الرمادي والاخضر or yellow او الاصفر. They soft or the soft bottom shell، الصدفة اللي في القاع الناعمة is yellowish white، يعني لونها ابيض مايل للصفرة. so why are they called green، لما هي لونها كله كده كل الالوان دي كده ليه سموها اخضر؟ the largest of the hard shell sea turtles green sea turtles feed، بص بص بقى عشان ده عليها سؤال، اكبر انواعها هو النوع اللي اسمه green sea turtles، عشان ده عليها سؤال برضو. feed exclusively، بتتغذى بشكل اساسي على النباتات الخضراء، فعشان كده سموها green turtles، زي السيود ان الجي، يعني زي الطحالب والحشائش البحريه. scientists believe their diet contributes to their green fat for which they are named، هو العلماء بيعتقدوا ان احنا سميناهم كده عشان باكلوا نباتات خضراء. they are the only herbivorous marine turtle، يعني هي الحيوان البحري الوحيد العشبي، الحيوان الوحيد اللي بياكل اعشاب من الحيوانات البحريه.
المساكن بتاعت الجرين سي تيرتلز بتضم النستنج بيتشز، ان هم بيعملوا عش على الشاطئ، ذا اوبن اوشن والمحيطات المفتوحه، والاماكن الساحليه فور فيدنج عشان الغذاء. الفيميلز بترجع تاني لنفس الشاطئ اللي هم كانوا عليه لتولد عليه عشان يضعوا البيض. هاتشنجز اللي هي المفبوسات يعني، اللي هي الصغير صغار الحيوان، بتبدا تسبح تو اوف شور ارياز فور فيدنج عشان تتغذى فور سيفرال ييرز لسنوات عديده. وانس ذي ريتش ا سيرتن ايج، لما يوصلوا سن معين، they return to the coastal areas to live as adult sea turtles، برجع عشان يعيشوا كحيوانات بحرية بالغة. green sea turtles are not overly fearful of people، بقول لك ان السي تيرتلز دي ما بتكونش خايفة من البني ادمين، although they can swim up to، بالرغم ان هم ممكن يسبحوا كمان لحد 35 ميل في الساعة عشان يهربوا من المخاطر المتوقعة. هم معرضين للخطر في كثير من المناطق في العالم بسبب الهارفستنجز اللي هو الصيد الجائر يعني، علشان خاطر البيض and adult turtles، وعشان الناس بتصطاد الادلت منهم. السلاحف دي face the danger of becoming accidentally trapped، بتواجه خطر انه ممكن يتم صيدها بشكل خاطئ في الجيل نتس اند اذر فيشنج جير، في الصيد الجائر اللي بيتم هناك علشان الناس بتروح تصطاد بشكل خاطئ. طبعا معناه انه ممكن يكون قصدك تصطاد سمكه فتمسك لك واحده. they are subject to a disease that caused، هي عرضه لمرض اسمه تيومرز اللي هو الورم يعني، اللي بتدخل في او بيمنع الحيوانات من انها تسبح بشكل كويس ومن انها تشوف بشكل كويس او انها تاكل، والقدره على انها تهرب من البريديتورز اللي هم المفترسين. ongoing research، البحث المستمر والليجزليشنز التشريعات بتهدف الى انها تامن او تضمن ان السلاحف البحريه الخضراء دي ستبقى جزءا من الحياه او النظام البيئي الاستوائي for many years to come، في سنوات لسنوات عديده فيما ياتي. اول سؤال بقى بقول لك what is the main idea of the second paragraph، البراجراف التاني بيحكي عن ايه؟ تعال نشوفه كده. البراجراف الاول هو ده، البراجراف التاني بيقول لك ان هي رمز للسلام والحب، عشان كده بيعملوا لها قوانين عشان نمنع حد ان هو يروح ناحيتها. طيب ده معناها treat green turtles with respect، ان احنا نعاملهم بشكل محترم، ولا green sea turtles are endangered يعني معرضة للخطر؟ هي دي، ما اصل بيقول لك ان السلاحف دي بيعملوا لها قوانين عشان تحميها، ده معناها ان هي معرضة للخطر. ايه من دول مش مثال للتهديد اللي بيواجه السي تيرتلز؟ ان هم ممكن يسبحوا، اكيد هي دي. هو لما اقول لك ان السي تيرتل ده بيسبح 35 ميل، هل ده خطر من الاخطار اللي بتواجهه؟ لا، ده ميزة عنده، مش خطر. طيب بعد كده الجرين تيرتلز were given their name as، يعني الجرين تيرتل دول خدوا اسمائهم ليه؟ عشان هما بيتغذوا على الاعشاب الخضراء زي ما هو قال كده، يبقى رقم ايه؟ في 28 بقى ذا ديزيز، المرض ذا جرين تيرتلز سفر فروم كوزس، المرض اللي الجرين تيرتلز بتعانوا منه بيؤدي لهم الى مرض اسمه التومرز اللي هو التورم. التورم ده بيمنعهم من الرؤيه والغذاء زي ما قال. اخر باراجراف في القطعه دي بيحكي عن ايه؟ اخر باراجراف ده اللي هو بيقول لك فيه ان احنا لابد ان احنا نحمي هذه الكائنات، ونجيبه بس كده نبص عليه. بيقول لك ان هي مش خايفة من البشر بالرغم ان هم ممكن يسبحوا معرفش كام كده، وبعدين رجع قال لك ان القوانين عشان يحفظوهم وان في بحث شغال. طيب تعالى نشوف كده رقم 29 invitation for research to protect turtles، هي دي من اولها كده عشان هو بيقول لك ان احنا نعمل بحث. طيب الهجوم ضد السلاحف، الهجوم ضد الناس اللي بتحاول تحمي سلاحف، ما قالش كده، كلنا بنحاول نحميها. الانجازات for turtles protection، الانجازات اللي تمت لحماية السلاحف والانترتينمنت، التسلية بتاعتهم، اكيد رقم ايه، حتى قال لك ان في بحث لابد ان يقام. ايه من الكلمات دي ممكن نوصف بيها السلاحف من وجهة نظر المؤلف؟ اول حاجة ان هم استوائيين واندنجرد، يعني ان هم معرضين للخطر واستوائيين. طيب حتة ان تروبيكال دي مش رأي المؤلف، هو قال لك opinion، رأي المؤلف، ده مش رأي المؤلف، ده حقيقة، هم اصلا استوائيين. طيب هارس يعني يزعج، واسكيب يعني يهرب، برضو دي مش ملهمش علاقه بوصفهم. فيرفول بيخافوا، وان هم من قبل التاريخ هم ما بيخافوش من البشر زي ما قال. ان هم جريسفول، هو قال نصا ان هم جريسفول وريسبكتد في اول باراجراف، يبقى دي فعلا اللي صح. الجرين سي تيرتلز ار، السلاحف الخضراء بتكون سمولر ذان، ده هو قال لك ان هم اكبر السلاحف البحريه، يبقى رقم بي ذا لارجست اوف اول ذا هارد شيلد سي تيرتلز، دي برضو نصا في القطعة. How are green turtles protected؟ ازاي بيتم حماية الجرين تيرتلز؟ من حيث القوانين اللي هو رقم ايه، اللي هو قال لك القوانين بتسن لحمايتهم.
طيب ندخل بعد كده على الترجمتين اللي باقيين معانا في الوحدة في الامتحان ونشوف. أول واحدة بيقول لك foods are that contain vitamins are often called protective foods because they protect us from many deadly diseases، لأنها بتحمينا من الكثير من الأمراض القاتلة المميتة. أول واحدة في الترجمة كده تعالى نشوفها هي ألف. طيب ليه ألف؟ الأولانية هنا بيقول لك رتبة كون التي تتكون من، هو ما قالش تتكون من، هو قال لك هنا that contain يعني تحتوي على، فدي باظت. الاحتواء الأطعمة التي تتضمن برضه باظت. وبعدين كده ما تسمى أطعمة وقائية لأنها تقينا من كثير من الأمراض القاتلة، هو في الجملة قال لك deadly disease القاتلة، يبقى دي مظبوطة، القاتلة دي صح. يبقى هنا في دي كده حتة المزمنة دي باظت. الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات دائما تسمى أطعمة وقائية لأنها تحمينا من كثير من الأمراض المهلكة. نفس القصة برضه، وقال لك هنا المهلكة دي مش موجودة عشان هو قال deadly اللي هي الأمراض القاتلة أو الفتاكة. ولو كان ده خطأ أو ده كان ده شيء مش ملحوظ، فتعالى أقول لك على الكلام المهم في الموضوع. هنا قال لك often يعني غالبا، اللي هي غالبا دي. في الجملة التانية بقى عمك الحاج بيقول لك إيه؟ في الجملة التانية بيقول لك عادة، وهنا أحيانا، وهنا دائما، فدول كلمات باينة إن هي مغلطة الجملة أصلا. طيب الجملة التانية choosing the right job اختيار الوظيفة المناسبة هو مهم لك لأنك تحتاج أن تستمتع بالعمل الذي تقوم به بشكل properly بشكل مناسب. الإجابة كده هي رقم ب. طيب الأولى غلط عشان هو قال لك اختيار الوظيفة الصحيحة، لا مش الصحيحة، رايت اللي هي المناسبة، لأنك قد تحتاج أن تستمتع بعملك وتؤديه بشكل مناسب. التانية إن اختيار الوظيفة المتوفرة، لا مش المتوفرة، هو قال لك بروبر أو الرايت جوب اللي هو الوظيفة المناسبة، وهنا برضو الوظيفة الحقيقية، فكده باظت. اللي بعد كده رقم 35. 35 دي واضحة جدا ما فيهاش مشكلة. قامت الحكومة في الفترة الأخيرة بالبناء، هنا في الجملة the government has built a lot of new cities recently، وهنا قال لك was built يعني بنيت، وهنا قال لك is building يعني تبني، في الجملة قال لك قامت يعني ماضي، was building يعني كانت تبني. إذن الإجابة الوحيدة هي رقم A. طيب كده دي خلصت. اللي بعدها تعاني مجتمعاتنا من نقص وأحيانا غياب لبعض القيم والمبادئ التي لطالما كانت موجودة في تعاملاتنا وتربينا عليها. الستة أول واحدة بقى بقول لك our society have، فطبعا دي باظت، المفروض society مفرد فهاز. our society suffer المفروض برضو لو انت هتجيبها مضارع بسيط تبقى suffers. طب our societies هو society ولا societies؟ لا انا كده استعجلت، ارجع تاني black back 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 back. الجملة بقول لك فيها ايه؟ تعاني مجتمعاتنا، يعني هو كده جمع sorry. هنا our societies have فعلا هي have مظبوطة، suffered from تعاني دي مضارع، فهاف سفر ما تنفعش لانها عانت. طيب سفر تعاني مضارع، from ده ليك، ليك يعني تسريب، فكده باظت الجمله. اللي بعدها our societies suffer from the lack and sometimes the absence of some values and principles which have been used in our treatments and we were raised on them. دي مظبوطه. طب دي غلط ليه؟ اصل هات سفر ده ماضي تام which we have been مضارع تام، ماضي تام مع مضارع تام خلط الدنيا ببعضها فباظت. اذا الاجابه كده رقم سي. 37 بقى دي على الرايتنج، بقول لك ايه من دول ممكن نكمل بيها جزء من مقال عن المزايا والعيوب بتاعت التكنولوجيا. خد بالك الراجل عايز مزايا وعيوب. طيب بيحكي لك هنا كلام كتير كده، بقول لك تو كيب بيس وذ ذا ريسنت تشينج، عشان نسير التغيرات الحاليه اللي في العالم كله. استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح في مجالات مختلفة من الحياة أصبح ضرورة هذه الأيام، بالرغم من ذلك فإحنا لازم ناخد بالنا عشان التكنولوجيا ليها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. التكنولوجيا هي النتيجة لأبحاث العلماء وجهودهم، على ناحية أخرى it has improved the quality of our life، هي حسنت من جودة حياتنا. مين في دول؟ مين في دول ينفع نحطه في نكمل بيه مقال عن مزايا وعيوب؟ أول واحدة بقول لك in fact we all agree that technology has no downside، ان التكنولوجيا ملهاش عيوب، الراجل بيقول لك مزايا وعيوب. طب التانية من ناحية اخرى it has potential to waste our time and make us lazy، من ناحية اخرى ممكن تضيع وقتنا وتخلينا كسولين، تنفع. طب نشوف كده it can save our time and effort، ممكن توفر وقتنا وجهدنا. it in conclusion طبعا more over دي مش معايا، لان more over دي معناها اضافة على ذلك، احنا عايزين نختم فدي مش هتنفع في الخاتمة. In conclusion I see we had better avoid using technology، شايف ان احنا نتجنب التكنولوجيا، ده برضو غلط لان ده في انحياز، انت قلت لي مزايا وعيوب، يبقى رقم بي دي مظبوط. من ناحية اخرى على صعيد اخر
في احتمالية ان هي يكون مضيعة للوقت، واحتمالية انها ما تضيعش الوقت، يبقى كده الرقم بي دي صح. 38 what mustn't we be included، ايه اللي المفروض ما نحطهوش يعني في السي في؟ البيرسونال انفورميشن. بمعنى ايه بيرسونال انفورميشن؟ انك انت متجوز مين وعايش فين ومعاك كام الف، لكن انت لازم تحط الكونتاكت انفورميشن، معلومات الاتصال والخبره بتاعتك والتعليم والمهاره. ايه من دول معمول له ترقيم كوركتلي؟ يوف دي المفروض ان فيها ابوستروفي، يو هاف تو امبروف يور انجلش، وبعدين في كولون اتس وايدلي سبوكن لانجويج، لانها لغه متحدث بها على نطاق واسع. طيب دي مظبوطه. يوف ده المفروض ان الواي كابيتال، يو هاف تو امبروف يور معرفش ايه كده، يبقى باظ من اولها. اتس وايدلي ناقصه هنا هايفن، يبقى كده رقم بي اللي صح. طيب 40 بقى الاخيره، وات جوز انتو فور فروم، انت لما تيجي تكتب ايميل فتكتب، انت بتكتب ايه؟ تو فروم واباوت، تو بتكتب ايميل المرسل اليه، طيب وفروم بنكتب ايميل المرسل، المرسل انا متعمد اكتب لك ده بالعربي ليه؟ عشان تعرف انك ما بتكتبش اسمك، انا بكتب تو واروح كاتب لك علي ات ياهو مثلا، خد بالك انا ما كتبتش الاسم، انا كتبت الايميل. فيور نيم دي بره، ذا نيم اوف ذا بيرسون برضو لا بره، انت بتكتب في فروم من فلان، يعني يور ايميل ادرس اللي رقم بي، ايميلك انت يا مرسل. كده خلصنا الوحده الثامنه، الوحده التاسعه ان شاء الله نبدا نسجل فيها في الاسبوع ده، هنخلص التاسعه والعشر زي ما اتفقنا، في محتوى شهر 12 هنخلص الوحدتين بالاضافه الى ملفات المراجعه. بالنسبه لملفات المراجعه دي اهتموا بيها عشانها مهمه، كل جمله مختلفه عن الثانيه. خلصنا الوحده الاولى الحمد لله نزل اسئلتها واجاباتها، الوحده الثانيه نزل اسئلتها واجاباتها، الحاجه الثالثه بقى نزلنا ورقه من 30 جمله اوبن بوك، هنبدا كمان النهارده ننزل 30 جمله، بعد ما تسمع الفيديو ده هتروح تلاقيها موجوده في الجروب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.